مرحبا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: اعتقال مطلوب في جريمة قتل في طرابلس، وضبط سيارة مطلوبة في واقعة قتل فتاة في الزاوية، والاتحاد الليبي يحدد الموعد والمكان لمباراة نهائي الكأس. تمكن مكتب البحث الجنائي في طرابلس من اعتقال متهم في واقعة قتل شخص في دائرة مركز شرطة الحي الصناعي، وقد ضبطت في حوزته أسلحة نارية واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى المركز المختص، وما زال البحث مستمرا للكشف عن ملابسات هذه الجريمة. ضبطت تحريات مكتب مباحثات المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص مركبة استخدمت في واقعة قتل فتاة في منطقة أبو سرة بالزاوية، حيث تم ضبطها بمدينة طرابلس بالطريق الدائري الثالث، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المركبة والسائق إلى مركز الشرطة المختص. باشرت إدارة الطوارئ بالشركة العامة لخدمات النظافة في مدينة سرت بنقل الركام والمخلفات الموجودة في مجمع قاعات وفودفو إلى المكب الرئيس بالكيلومتر 9 غرب المدينة، ويأتي ذلك ضمن حملات نظافة واسعة شملت عددا من المدارس والساحات والأحياء في ضواحي سرت الغربية والشرقية. حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر في تونس يوم 2 من مايو المقبل، وقال ناطق باسم الاتحاد إن اتحاد الكرة ناقش في اجتماعه 18 بمدينة بنغازي الموعد والمكان لمباراة نهائي الكأس والدور السداسي للدور الليبي الممتاز. استأنف قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي إجراء عمليات القسطرة بعد صيانات الجهاز الخاص وتوفير مواد التشغيل اللازمة لإجراء العمليات، وأجرى المركز خلال الأسبوع الماضي 9 عمليات قسطرة تطلبت تركيب أكثر من دعامة تحت إشراف فريق طبي ليبي بكفاءة عالية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.